input output عندنا طريقتين لإدخال الانبوت والاوتبوت من الملفات. فهذه الطريقة الأولى n1.sh باستخدام الريد، ممكن أقول username لاحظ ادخل اليوزر نيم وطبعها باستخدام الايكو، والباسورد ادخلت ولكن ما طبعت، وانما طبعت باستخدام البرنت مرة اخرى. الطريقة الثانية لادخال الانبوت هي باستخدام البوزيشنال باراميتر. فخلينا نشوف n2.sh في هذه المرة لابد تدخل الـ position parameter مع الكوماند. اوكي،